أهلا بكم. تقرير خطير نشرته أمس صحيفة الواشنطن بوست وأثارت من خلاله جدلا كبيرا حول العالم، إذ نقلت عن عدة شركات وخبراء اقتصاديين توقعاتهم بأن ملايين الوظائف لن تعود حتى لو انتهى وباء فيروس كورونا. التقرير بالطبع مؤسف، والمؤسف أكثر أنه مبني على أرقام وبيانات علمية متعددة والتي وجدت أن التطور التقني حل فعلا محل الكثير من الأنشطة والوظائف التي كانت في عالمنا قبل كورونا. معهد ماكنزي الدولي والذي استند إليه التقرير قال أن 20% من رحلات العمل ستختفي لعدم الحاجة إليها، وأن 20% من العاملين بوظائف مختلفة سيبقون يعملون عن بعد حتى مع انتهاء الجائحة. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الكثير من الوظائف التي تعتمد على النقل لن تكون أو لن تعود كذلك، وظائف السياحة والفنادق. ومن ناحية أخرى، فالعالم اكتشف ما تستطيع التكنولوجيا عمله بدلا عن الإنسان خلال الجائحة، وهو ما يبدو أنه سيستمر بعدها. طيب، لنقرأ أبرز تعليقات وتغريدات حول الموضوع، ونبدأ من سمير الحمصي الذي قال في هذا الصدد: التكنولوجيا تقدمت بشكل أسرع وأكبر مما تخيله الناس، ملايين الوظائف أصبحت وراءنا اليوم. أما صالح ماهر فعلق أيضا قائلا: يجب أن نستسلم لفكرة أن تخلق الحكومات وظائف وهمية لمئات آلاف المواطنين من أجل إبقاء عجلة الاقتصاد ومن أجل الأمن المجتمعي. أخيرا تعليق من فؤاد قال فيه: أنا مش فاهم لما الشركات تطرد كل هالموظفين عشان خاطر التكنولوجيا، من سيشتري منتجاتهم؟ خلي التكنولوجيا تنفعهم. طيب، الآن دعونا نذهب إلى المختصين. من لندن معي أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور ناصر قلاوون. أهلا بك دكتور ناصر، مجددا معنا في سكاي نيوز عربية. اليوم أراك طبعا في برنامج منصات نتناول أبرز ما تحدث عنه الناس على مستوى السوشيال ميديا. إلى أي مدى تعتقد هذا التقرير الذي خرج هو محق، أم تعتقد أنه مبالغ فيه؟ وهل تعتقد هذا الأمر سنراه مباشرة بعد انتهاء فيروس كورونا، أم سيحتاج وقتا أطول؟ أستاذ ماجي، حركة للتطور نحو يعني المكننة والإلكترونيات ويعني الذكاء الاصطناعي هي سابقة للكورونا. الكورونا سرعتها. أجيب بشكل مختصر: أحد أفراد عائلتي يعمل قبل الكورونا نصف دوام الأسبوع في البيت، يعني عبر المكتب في بيته. هذا واحد سرعه، الآن أصبح 100%. شركته عندها 50 محلل مالي كلهم يشتغلون في البيوت بعد الكورونا. اثنين، صباح اليوم كنت في فرع لبنكي الشخصي، لا يوجد أحد لمدة نصف ساعة، أنا وحدي في البنك، شخص واحد يخدم، وبالتالي الدفع الآن يقولون اذهبوا أونلاين. يعني الحركة للذهاب أونلاين للشاشات وعدم زيارة البنوك والفنادق لأن عندها ضغط كبير، مما دفع بعضها لفتح الأبواب للقول للحكومات إذا كنتم تريدون حجر وناس يعني من المطارات وغيره نفتحها لكم لتأمين التشغيل. إذن الضغط على الاقتصاد، ويأتينا الآن تقارير، إذن تقارير لها مصداقية بالتوقع للمستقبل، والذين يضعونها ليسوا مبصرين، لا يعني يقرؤون بدون أرقام، لكن هناك قراءة مستقبل بناء على تحليلات ونماذج معينة يعني بعلم الرياضيات، وبالتالي هذا الأمر صحيح، لكن تفقد وظائف تخلق وظائف أخرى. طيب، دعني أعول على يعني أعرج على هذه الوظائف، يعني إن شاء الله لا تطال مسألة الإعلام ولا الإعلاميين سيكونون في خبر كان، لكن دعني أذهب إلى أهم الوظائف التي تعتقد أنها ستنتهي وستحل محلها وظائف. أيضا هذا الإنسان الذي سيفقد وظيفته، ما ترتيب المهارات التي يجب أن يحصل عليها في المرحلة هذه الانتقالية؟ أن يكون جاهز لكي يعمل في الساحة الافتراضية. الآن الذين يقومون بتسليم يعني لنقول أكثر عمل لا يستطلب مهارات، لا يتطلب مهارات كبرى، ما يقول له هنا يعني عمال فريلانسرز، يعني آلاف منهم توظفهم أوبر لتسليم مثلا وجبات غذائية للمنازل وغيرها، شركات البريد السريع
أمازون والشركات الكبرى. إذن هناك أمور تقوم ب، لا أقول تغول، لكنها تأخذ لوظائف جديدة لا توجد ميزات مالية كبيرة لها، وبالتالي نذهب من الوظيفة الحكومية، وظيفة القطاع الخاص المجزية 15 راتب في السنة، 15 شهر راتب وإجازات طويلة برأيي إلى الآن، إلى ربما مدخول أقل، لكن توزيع التشغيل على مدى أوسع، وبالتالي هذا أمر له محاسنه وله مساوئه. محاسنه سياسيا، يعني تقوم بإلغاء المشاكل السياسية، لكن يجب أن يكون هناك تمويل عند الحكومات، وأن لا نقع في آفة التضخم المالي، وهذا أمر من عقد السبعينات كان الغول الذي يخيف صناع القرار، حتى إدارة بايدن الآن تخاف منه. طيب دكتور ناصر، كثير من الوظائف الآن العامة خصوصا في الدول العربية، هناك وظائف عامة يقبل عليها الناس، موظف حكومي يعني نستطيع القول. الآن هناك تغير في التفكير، الجميع أو لاحظت أن كثير من الشرائح تذهب إلى وظائف الخاصة، قطاعات خاصة. أيهما أفضل في المرحلة القادمة الافتراضية كما يسمونها؟ أنا برأيي الأفضل هو الهايبريد، يعني الاختلاط ما بين العام والخاص. أنا أدرك أن هذا الأمر صعب لنقل للمستويات المبتدئة والوسيطة، كلنا نحب الوظيفة بالراتب والميزات، لكن حتى يعني لنقل تفكير صناع القرار في الإمارات، في السعودية، في دول الخليج وفي دول أخرى وإن كان بوتيرة أبطأ، مصر هناك تجديد في التفكير، ما كان هناك توظيف 100% لخريجي الجامعات في مصر، وهذا عملية مشكلة كبرى. الآن صناع القرار والذين قيمين على هذه الأمور، المدن الجديدة الذكية، يعني يحاولون أن يجاروا تفكير المستقبل وحمل الجيل الجديد بمهارات جديدة، وبالتالي فتح الأفق أمامه بتنويع مصادر الدخل، تنويع مصادر الاقتصاد، وبالتالي حمله ليكون مع، أختصر وأقول مع كوريا الجنوبية، يعني شعب كوريا الجنوبية واليابان الذي هو في عنده تقاليد يحافظ عليها، لكن عنده مهارات كبيرة بالروبوتات وغيرها. وأزيد فقط يعني أمر من زيارة لليابان في العام الماضي، إنهم مع الأمور التكنولوجية المتقدمة حافظوا على الأمور الورقية، بالرغم من أن تفكيرنا الآن هو ضد الأمور الورقية، يعني بيبرلس. طيب دكتور ناصر، أخيرا هناك مسألة محورية الآن أرى كثير من الطلبة يتخرجون في العالم العربي خصوصا، هم يتخرجون لا يجدون وظائف، إما المشكلة بأن تعليمهم لم يكن يؤهلهم لسوق العمل، وبعض الأحيان بسبب يعني وجود بعض العثرات في مسألة توظيف وما شابه. اليوم من هو في مقعد الدراسة ويشهد هذه التغييرات هو لا يفطنها، غدا سيتخرج وسيواجه نفس المشكلة، ماذا عليه أن يفعل؟ من تجربتي أقول التدريب. أنا يعني درست إعلام أساسا في المملكة العربية السعودية في جامعة الملك عبد العزيز، تدربت في صحيفة المدينة المنورة 3 أشهر. إذا لم تعطي الأقسام الجامعية أو الكليات التقنية والمهنية التي أشجع الناس أو الشباب للذهاب إليها للمهارات، إذا لم تفتح الأبواب أنت تذهب وتطرق أبواب هذه المؤسسات. وأناشد المواطنين كذلك، التدريب في فترة يعني مبكرة هو مهم جدا، وليس الانتظار للمهارات الكمبيوترية على أهميتها، لكن الذهاب للميدان هو مهم كذلك. شكرا جزيلا لك من لندن أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور ناصر قلاوون، شكرا جزيلا لك.